ماي العوده؟ ماكو شيء، جايب عوده وهاي انا اطلع لك اياها. يلا عبود. شو؟ خايف ما خايف؟ يا سيدي لقيته 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 سيدي، هاي وحده من عندهم سيدي، هاي وحده منا عبود. ولك انت تظل تشرب علينا؟ لا سيدي بعرض ذبحتنا ذبحتنا. عبود نعم سيدي. الليله نعم سيدي. انا اعرف شغل وياك. لا بعرض مسدد واني انزع من جلدك جلدك. مو هاي دقيقه سيدي، مو هاي اللي انا قاعد اشوفك جلد يم البلوحه سوا انت يا يم. امشي. أسعد الله صباحك يا عزيزتي الأم. يهدف برنامجك الصباحي هذا إلى تأكيد الحقيقة العلمية الثابتة، وهي أن الأطفال الذين يرضعون طبيعياً هم أقل عرضة للإصابة بالمرض وسوء التغذية من أولئك الذين يرضعون بالزجاجة، والتي تشكل خطراً على حياة الأطفال وصحتهم. منو؟ حليب الأم عزيزتي. منو؟ أنا فهيمة. أنا فهيمة خير. صباح الخير فؤاد. صباح الخير.
شبيك؟ ما ادري شبيك هسه، بس كيف يا ريده انت شويه ما اعرف شبيك حبيبي. تعال شو تعال تعال ماما تعال. لا حبيبي لا شبيك شبيك ما ادري شبيك ما اعرف شنو هاي يا فهيمة؟ وين كنتي عنه؟ شبيه؟ إي مدى تشوفي خشمه مسدود، شلون يقدر يتنفس؟ ما يقبل أنا الطيان فؤاد، شو أسوي؟ شنو هاي يعني إحنا بكيفه يا فهيمة؟ بزمي شوية، اسكت حاجة نطي شاي حليب. إي شاي حليب، شاي حليب بالخاشوقة. شاي حليب، شاي حليب هك حبيبي هك. هيك حالة. فتيلة. ومقللة. ونظف بيها خشمه. نوبات الاطفال يدخلون بخشومهم اجسام صغيره، خرزه مثلا، حديده صغيره، الواحد لازم يراقبهم. شو طيني انجيبي؟ ديري على يدي. الله يعين فؤاد، شو اقول لك هسه هو قاري بحاله فارغت له. ليش؟ همينا مشاكل البدر الغافل؟ اوف يا فؤاد شو اقول لك وش احكي لك؟ قلتي المثل اللي يدري يدري والما يدري، ليش هو بدر الغافل عايفنا بحالنا؟ هي خلاص يا حبيبي شنو؟ اسمعك متقدم على فائزه، اخذي لي الحمام غسلي له. ليش انت ما دريتي يا فؤاد؟ شكو؟ مو البارحه بدر الغافل اخذ هالفائزه. شنو؟ قضيتيهم ساهر للصبح ها؟ اكو واحدة بديلة بدخلتها ترعصى على رجلها وهي اللي موافقة وهي اللي رايدة؟ رتيها سكتة وافقنا واخذنا الصنطة، لا دنبوك ولا تشمبارات ولا دق اصبعتين، صاع موت طلع موت. قلتي انا حزينة على اختي ما البس بدلة عرس بيضة، رضينا بالسواد. وقلنا يا بدر الغافل هاي البيت مفجوعة بختها ده مشاعرها شين النوم ليش؟ حقوقنا الزوجية ليش؟ أريد أعقد محكمة. نعم أول تالي ليش احنا مو اتفقنا على عقد خارج المحكمة؟ مو اتفقنا على هذا اللي قدام ودفعت الأبوش مهر بقد لشته؟ لا تغلط على أبويا، إلزم حدودك وعرف أدبك. لا والله تطاولين علي بنت عثمان؟ لا تتطاول على اهلي، لعداني على وش رضيت بيك؟ شو مدريني اسالي نفسك؟ على ضمان مستقبلي غير؟ تتصور هالسنه راح ادخل امتحان؟ شلون؟ شو وقت؟ اكيد راح ارسب بسببك. يابا رسبتهم؟ راح ترسب؟ واذا ما رسبتي؟ شنو احنا معولين على الشهاده مالتك؟ رايدني اهلي بس جسد بلا روح مثل المرحومة أميرة، بعد ما تاخذ مرامك تشمرني بالشارع. برضه فائزة أميرة أميرة شلون تضايقني ما تسمع كلامي تكسر كلامي وتثير لي مشاكل ويا زوجتي أم بناتي. أنتي اللي جبيت وحدك أنتي غير شكل غير شكل. رايد تبقى وياي يا عمر؟ أشهد ما بالله. خلص صدق لي عقدي، احميني منك ومن مرتك. بابا مو عمرك 15 سنة ما يوافقون، ندخل بإرادة ومصرف. مو مشكلة، زيدة سنتين وسوي لي عقد مصدق بالمحكمة. أنا دا أشوف مصير أختي قدام عيوني، صدقه وإلا ما يصير. ليش وافقتي؟ وافقت لأن أنت وعدت تصدقه. ما يخالف قابل هسه. أنت مو قلت بعد شهرين ثلاثة أصدقه للعقد؟ خلص صدقه للعقد حتى نام بيتك بأمان. عين فائزة، أنا أحبك أحبك وأريد خاطرك وأريد لك الخير. وأني رايدة الأمان، أنا أخاف من باكر عقبة. أبويا شايب ومريض، ما نعرف شو وقت يسلم أمانته، وأمي تعبانة ووحدانية. إذا تريدني اشتريني، يعني صدق العقد، وأني إلك خادمة طول عمري، خادمة ما بين إيديك. يعني شنو بدر؟ زايد علي عقد محكمة؟ ليش بدر؟ شنو اللي ناقصني؟ ليش؟ الله
هاي شنو يا ابويا؟ استاذ ابو جمره قال داريل عمك ابو خزنه. مو كثير الفلوس هاي ابويا؟ اشرب هالوقت ما تجيب طلي. انعم الله. وشتامر حاضر ابن اخوك. تسلم. وهذا الاوفيس يمكم وبي تليفون وصوبه كهرب وتخوت. مشكور مشكور. هو انتم ايش كثر ناويين تبقون هنا؟ مو تدري هذا قرات سكراب مال دائره وانا عرضه للسؤال والجواب. ها؟ اسبوع اسبوع. اسبوع؟ اسبوع اسبوع. هاي عملية نصب حجي. ايه؟ تالي تالي مشوار تالي. اصرفها. اصرفها شنو؟ قول اصرفها. شلون اصرفها؟ انا ما عولت اقنع اهلها والبنية الربيع يقول اصرفها. بس هذا التغيير المفاجئ الغريب الما متوقع شنو سببه ما ادري. تصير ابوها عرف بالقصه؟ عمي ابوها رجل دجاجه من حيل. ابوها اقول البارحه انا قضيت ليلتي وحده بالغرفه وهي حتى بدلت العرس ما ذبتها. هاي لو ذكيه لو اريدها صبري اريدها. يعني ما يصير اسوي لها عقد مؤخر محدود. محدود ايش؟ ها؟ محدود ايش؟ محدود ايش؟ ما تقول لي هذه تورث واحتمال ستنازك اذا عرفت مسوي عقد مال محكمه ها ترفع عليه قضيه زواج خارج المحكمه بدون علمها. بس هذه تروح عليها 3 سنين. شلون شلون شلون؟ اصرفها اصرفها وشوف لك بنيه قنوعه وبنت حلال وترضى بالفلوس. مشوارب هاي البنيه خاشه المزاجي فهمت؟ نذبح للكل من زهر. جيبني مع غمض من المغربيه لمن اوعديك. ما تنعرف بدر الغافل. قاعد عرفني زين عرفني زين. هاي البنيه اريدها سوي لها عقد بالمحكمه بس كل ما حد يدري. ادري وعمرها شلون؟ عمي دي كبروها سنتين فهد مشكله يعني هاي تحصى عليك. موضوع الورث بسيط عود. بعد ما انطي حقوق ولدي تاخذ هي ثمن. هاي ها باجر شلون هرد ليش هسه؟ شلونها ايناس؟ خفيفة تحس نفسي عبالك راح اطير. راح تمشين. معقولة؟ هم صدق باجي الدكتور يقول يمكن تمشين وانا اقول انتي مشيتي بالفعل. ان شاء الله اروح للسوق انا. ايناس لا تنسين مري للصيدلية. لا ما راح انسى. ايناس جيبي خط. ايناس هم لا ما راح انسى. سحر 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 انا مو دحكي وياك. العفو ماما كنت اقرا. اقول لك سحر مشيت 10 خطوات وهاي رجليه شلتهم لي فوق ونزلتهم. على خير ماما. ها هي احنا نفرح بتطور حالتك. اقول لك سحوره شنو ماما انت زعلانه؟ زعلانة؟ لا ليش زعلانة؟ بس تعرفين كل زين أنا عندي امتحانات ويا دوب لحق أقرأ. سحر سحر أني دا حسب نفسي الأيام مقصرة وياكم وشوية بعيدة عنكم. بس أنت تدرين أني طول هاي السنين كنت تعبانة وأحس بنفسي وحيدة وتعبتكم وياي. بس انتي إذا تشوفين هاي البنية الحمد لله الله دز لي إياها ودا تعاوني ودا أشوف فرق على تمارينها ومساجاتها والله هاديها علي. الله يجعل. بس سحر أنا دا أشوف غيمة مظللة وجهك وغسان بعيد عني وأبوكم ما أدري شوي. هذا شعور مو صحيح ماما. احنا كنا نفرح تطور حالتك. لا سحر لا انا دا احس بنفسي بعيدة عنكم ومقصرة بحقكم. بس انا طول هاي السنين جت احس بنفسي معزولة ونفسيتي تعبانة وتعبتكم وياي. بس هاي البنية الله هداها علي
ودا أشوف فرق على إيديها، على تمارينها وعلى مساجاتها. بس بنفس الوقت دا أحس بنفسي بعيدة عنكم وغريبة بيناتكم. وإنتوا، إنتوا دمي ولحمي. إنتي بقلوبنا ماما، بس معزولة سحر. وإيناس، إيناس أنا هلا العزلة ماما. سحر، سحر خو إنتوا دا تشوفون بعيونكم. إيناس حياتني. خلاص، على الشايلة من العد. الله يهنيكم. نعم أخي، اتفضل. أنا مهدي، أخو إيناس. تفضل. عقد أصولي سويت بين نسختين، هاي نسختيج، هذا عقدك أنت تفضلي، هاي نسخة عندي. بعد شنو رضيتي هسه خاتون؟ بعد شردين هاي يابا رضيتي؟ اي بعد شردين. بعد انت شو تقول ابوها؟ هي هسه شاحكي وياه، هي هسه زوجتك على سنه الله ورسوله وعليها حقوق وواجبات لازم تاديها، مو تمام؟ اي انت عيني مو تمام يا بدر الحكي، انت لو ما تحكي سمعي صوتي. ما تقول لي اني شحكي، هسه هي زوجتك على سنه الله ورسوله، تطيعك وتحترمك وتادي واجباتك. عقد محكمة هذا خموسة فلوس. اي بس اذا بنتك تصرفت خلاف الاصول لا تلومين الحج اذا رمى اليمين عليها. فعل الله ولا عفو يعني. عليك خلينا ندخل الدنيا اول مره بشوارب في نهاية. يلا تفضلي. يلا يلا بيك أنسة. أني سحر، اسمي سحر. اتفضل. أنت بيا صف مهدي؟ بالثانوي وتركت ما كملت. ليش؟ شغل غير. هسه أنت جد تشتغل؟ أشغال حرة. يعني شنو أشغال حرة؟ يعني ننقل بضاعة من مكان لمكان. يعني هذا مال قمارق اللي يسموه اخراج الجمركي هو هذا؟ اي هو هالشكل، المهم البضاعه تخرج. هي ايناس وين؟ هسه تجي، راحت للسوق ما تتاخر. جوعان؟ تاكل؟ لا انا ما اتولى من الاكل. ليش؟ ما تاخر هسه اصب لك على السريع. بس الوقت شي يا ابني. هاي شفيك مهدي؟ لا لا شوية من أشرب شي يصير عندي جالي هنا وما أقدر أبلع. ها ها. أقول مهدي، أنت هسه وين تسكن؟ ويا أهلك؟ لا لوحدي. ها وحدك، زين مو صعبة؟ شو أسوي؟ الظروف غير. بشقة مو؟ إي تقريبا. زين منو يخدمك؟ أنا أخدم نفسي.
اتباولي. ايه حلوه. تسعر مني اقول عنك حلوه؟ لا بالعكس صراحه. مهدي انت ليش ما تجينا على طول؟ وين احنا انا؟ اي ليش؟ حتى اشوف ايناس غير. ها اي نجي وين؟ لازم اروح، الجماعه دي ينتظرون برا بالسياره ولازم اروح. مهدي اهلا. يا هلا ومرحبا. سحر؟ نعم. فوتي سوي غدا ضيفنا. هسه دقائق واجهزه. لا خلاص زاد فضلكم. غير مره ارجوك. ليش يا ابني؟ مو الغدا جاهز؟ لا غير مره. انا تاخرت ولازم اروح. على راحتك. سحر وصلي ماما. اي ماما. مع السلامه. مع السلامه. قريب منو؟ قريب منو؟ قريب منو؟ هلا ومازي. خوش شرطه عندكم بالبيت. تنتش مشاغب حقه غير يحمي البيت واهله. اي طبعا. امام الله تجي مو؟ اذا ما اجي اخاور. يعني عندك تليفون لا تخاور. راح تشوفني. مع السلامه. مع السلامه. طلعتك على مسؤوليتي. علي سعود سيدي. بس الخاطر الله. نعم. ما اريد توصل لهنا. نعم. ولا تجيب لنا اي بلاغ لان بلاغاتك كلها تطلع فاجوجي. السيد عبد حقوقي. عبود. نعم سيدي. شارتك نشيل. لا سيدي احنا وين نروح بلا يلا عبود. نعم سيدي. يلا. ما يخالف سيدي. يسلم سيدي. طال عمرك سيدي. نعم. المرافق العامه أي. ممنوع عبود. لا مو خوش عاده كريهه. اي تعرف يعني اي العفو ايدك لا تعور. ايدك تفضل بروح ارتاح حبيبي. شكرا حبيبي. وين العفو ما اسوي شيء. هناك 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 بالسياره البرازيلي. بالسياره اي تفضل عبود. لا بدو يلا حبيبي يلا عبود رحم الوالدين. يلا ابوي العفو تعال ابوي سلام عليك. هلا وغاتي. اوف افتح له الباب. على لا تأذي. لا بالمسدس. لا 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 خوش ولا هلا بعبود. هلا بأخوي. طب جوا جوا هوب يلا عنوان. يما من صدق طولك اروح لك فدوة. ابعد عن هذا المكان كلها تدور عليك وتحوم داير مدايرنا. نواف مو لا عبود وغير عبود. يوم عبود ايش وصل للجراج؟ شلون ندلني؟ منو اللي جاب علي بنص الليل؟ اكو غير النواف. شفت يمه شفت عدوانك كثار. اولهم رجلك. يمه عوف النواف بحاله عوفه. احنا عايشين ويا غصب علينا. يمه ماكو شيء بالغصب عوفوه. شلون
شلون؟ وين نروح؟ وين نولي؟ ما اخذك احسن بيت وانطيك احسن راس مال تعيشون من وراه. كافي هالكلب هذا يتحكم بيكم يمه. القت ايش بيك؟ بدي اشوف هذا نزل من السياره. ايش بيه هذا؟ هذا نواف. نواف رجل ام المهدي. وانت ايش عرفك بيه؟ يقول لي ايش معرفك بيه؟ بابا هذا قضى عمره كله بالسفاله ويا حويدر، وبعدين هو اللي جاب المهدي وشغله بالقراج. لازم نتصرف. اقرع صنطه. نواف حد سلونا عليك. نواف ترى ما يجوز منك. يمه ما اريدك هنا. شنو هي قوة؟ روح. هاي العمارة لا توصلها بعد. اي لا توصلها بعد لما الله يفرجها. ترى عبود ونواف وغيرهم اذا لزموك ما يرحموك يمه. انا اعرف شلون اقتص منهم. ونواف يوم اذا ما يجي للدرب اراوي درب المنيه منين. ما تبعد حديدتك عن فتش مو فتش اللي هو. لا تلغي. حكومة وراكم وشرطة ما تجوز منكم والمطارد يعر. وبحيل الله بحيل الله ما تعوفكم إلا معاليك. أقرع. لا تقول أقرع مضي. أقرع أبو أقرع يبني أنا أمه يريد مقلاب. بس نجمه انا نواف ابو مهدي. هذا هم جاري جاري دكتوري بحقوني بحقوني باب العمارة هو العصابة. اي دكتور. الو الو كيف تسمعني؟ اجب. الو مهدي. هلا هلا مهدي. حرام عليك عمو نواف تبلغ عني ظلم. هو كل من يجي يزور امه حتى يسلم عليها يقولون عنه جايب مسدسه وجايب عصابته وبده يهاجم. لا هو انا قلت لهم جيبوا الاقراب للمسدس. ليش عمو نواف ليش؟ مو انا احبك وانت يا ما ربيتنا وداريتنا. انا احبك والله. عمك اجيب لك شاي وجه. لا تعال تعال عشان ما تحب الشاي انت. اجيب لك بيبسي تعال. اقول لك اقعد. ها انت تحب الاجنحه. ليش تلح؟ ليش تلح؟ انت تحط عقلك ويا زعزوط. تتهمني باطل وتدلي علي عبود للقراج. ما يخالف اجي اشوفك حتى اسلم عليك. تروح تركب راسي قضيه. استاذ الله يسامحك عمو نواف. الله يسامحك. علي نواف. دعم استاذ. اخ مهد يا اخ. ليش؟ مو الوليد خوش وليد وخوارده. والله قلبي انكسر. يا بدن جعب من خفت هالقصه. اخوانده شلون قلب انت؟ مين لك قلب حتى ينكسر؟ لك ذبحته كلاتنا. هاك بعيد هاي المستقيمه اللي سويت فيك. هيجي اخوانده. اخ
الدفه رجعت على وجهي. الو هلا وجدان، شلونك؟ اي طبعا على موعدنا. اوكي انتظريني، يلا باي. هم سهر بتالي الليالي؟ اخو هذا يعرس يعني ما اروح؟ عرايسك كثره الايام وصال، ما دا افهم. يا امي مطالبات وياي بالجامعه يعزموني اقولهم لا، بعدين بنفس الوقت موظفات وياي بنفس المؤسسه، ناس تعرفنا وتقدرنا، وقلت لك 100,000 مره تعالي وياي وحده من العزايم ما قبلتي، شو اسوي لك؟ هم يلعبون دانس وسهر تالي الليالي، انا ما اتوالم وياهم، وانا خايفه عليك من سهراتك هذه. وانت عليش خايفه؟ ليش شايله هم؟ هم يوصلوني بعد الزفه من الفندق لباب البيت، ليش شايلين هم؟ شلون لعد؟ انا ما ادري ايش يصير بهالبيت، اشو ابوك يسرح ويمرح برا البيت، ما ادري وين يروح وين يجي. اساله يقول لي سفره لطريبيل على بضاعه، اساله يقول لي رايح للبصره على فلوس، اساله على مصالح بالموصل، وانا هنا قاعده خراعه خضره، لا احظى بواحد منكم وقاعده وتشو الحال. يا ماما الدنيا تبدلت مو مثل زمانكم، شغل وعلاقات ومصالح. انا اروح باي. ان شاء الله ماكو سفر الليله مثل عزايم بنتك وسهراتها. لا عندي دعوه بنادي التجار. صباحي طبعا. هسه تشغلك نفس الشيء؟ مو ما انا قاعده هنا، ما حد يقعد يمي، ما حد يحكي وياي، ما حد يشوف طلباتي، ما حد يسأل عن وضعي، حرام عليكم. بدر انت تدري بنتك يوميه ساكل الثنتين الثلاثه، اسالها تقول عرس فلانه مهر فلتكانه. هي هتقول هالشكل غير؟ يسالها دققت بالامر، شفت وين تروح وين تجي. بابا هي موظفه مهندسه، ايش تردين على ابوها للكبر؟ بعدين هي ترى وصال ترى مو صغيره، اذا بهالثقافه وهالوظيفه وهالعمر وما تعرف مصلحتها، يعني انا اعرف مصلحتها؟ ثم انا هسه بالحياه اراقبها، من اموت شلون؟ شبح يركض وراها ركض؟ شوف انا اقول لك ترى انا ولدي مربيه مخوش تربيه، ما يمشي نحوج. ها هي واني؟ روح البيت اخوك الكبير، روح البيت بنتك اقبال، روح البيت اخوك الصغير، روح البيت عمتك رهن، يعني شلون؟ جارتي جاوبك غالي وابقى قبالك طنبور مال طين؟ لا انا الطنبور طين بهالبيت، انا المقروده. زين هو ما قال وين رايح؟ لا والله سيدي، بس اخوه حمادي وصل على واحد يطلب فلوس يشتغل بقراج مال خرده وسكراب، قال راح اروح اشوفه بلكن اقبض دين اخويا. زين انتوا تندلون القراج وين يصير؟ غير حمادي يندل سيدي. وحمادي شفتوه بعدين؟ سود علي ما خلونا نواجه. خلاص ملازم نزار. نعم سيدي. اتفضل لحظة يمي. أمرك سيدي. انتوا هسه تروحون وبعدين احنا نستدعيكم، بس وقعوا هنا. وقع عينيش مال اوقع يا عيني، اوقع ليش ما اوقع؟ ليش سيدي؟ موضوع يخصنا. سيدي رحمة لويك، أهلي طلبوا منكم هيج؟ بلي هم طلبوا، بس نريد نعرف إحنا من هو صاحب الجراج اللي دزيت له أخوه قدري. سيدي أخويا قدري ما دازل أي جراج وما يعرف شي عن الجراج. أكيد طبعا أكيد. شنو قابل أنا دا أكذب؟ طبعا تكذب، وخاصة أنت فد واحد عندك فايل سوابق. صدقني سيدي أنا لا شايف قدري ولا دازل الجراج. حتى لو تعرف قدري اختفى ما رجع لي هسه؟ اختفى؟ قدري راح للي دزيته عليه وما رجع، واهلك قلقانين. سيدي الله يخليك ما تقول لي شناوي لي، انتو شناوي لي، هسه انا كل شيء ما اعرف عن الموضوع واعترافاتي كلها انطيتها. شوف دا اقول لك، اذا ما تجاوب ما لازم، واحنا همين ما لنا علاقه بهذا الموضوع ولا باخوك قدري، اذا تريد ندز لك اهلك يتفاهمون وياك، افتهمت لو لا؟ اختك سيدي الله يخليك شلون ما تتابعه؟ اذا انت ما يعجبك تتعاون ويانا، ما تقول لي شلون نتعقب الموضوع؟
سيدي مو قلت لك هو اكو واحد بالقراج وصاحب القراج مشلول وقاعد بالبيت. عظيم جدا. شو اسمه؟ حيدر. حيدر حويدر. حويدر ابو جمريس. اي حويدر ابو جمريس يصيحوا له سيدي. زميل مهنه طبعا. معرفه قديمه لا اكثر سيدي. الله يخليك. القولي اخويا قدري. اي ناس احكي لي بعد عنه. مهدي طول عمره مستعجل. ولد من هو صغير فتح عينه على الشغل. من مات ابويا دزته امي يشتغل ويا خالي يلحم بدي لوريات. بس بالعطله لان وقتها بعدها كان بالمدرسه. ولما سافر خالي صار يشتغل ويا ابن عمل ابويا بمحل سمكره. بس لما كبر وتزوجت امي تزوجت نواف صارت مشاكل ويا نواف فبطل من الدراسه وشاف له شغله بالقراج وشغله. بس مهدي شاغول ويطلع رزقه بالحلق السبع. مبين عليه كلش مؤدب. تصوري حتى من احكي وياه ما يشيل عينه علي. لا عاد شلون غير تربيه الاهل. مهدي هو هالشكل. بس حرامات ترك الدراسه. قلت له كمل. يا ريت تكمل. كلنا نكمل ان شاء الله. يلا ترى موعد المدرسه قرب. ايناس يعني مزعلانه؟ ليش ازعل؟ سحر هذه امكم. ولا تتصورين اكو ام تحب الغريب اكثر من ولدها. بس اني دا اساعدها وانطيها امل وتابع علاجها. يعني مثل طالبه وياك بالمدرسه تجيب لك المحاضرات توقف لك بالامتحانات بس ما تلغي دور غسان ولا تكون بديله. اي طبعا. يلا ترى راح تتاخرين. الو منو يتكلم؟ انت منو؟ هذا مو بيت استاذ توفيق؟ اي نعم تفضل. منو؟ انا مهدي اخو ايناس. هلا مهدي. علي سحر عرفتني؟ لا اقول هذا الصوت الحلو مو غريب علي. انا ذاك اليوم قلت لها الايناس انت اجيت فرحت هوايه. ايناس بلي باجي. حضرتيلي كيس المي حار؟ لحظة وأجيبه، المي الحار موجود، بس أخليه بالكيس. يلا يا عيني بالعجل، ترى فقراتي كلش توجعني. إي، اندليته للمكان اندليته. ساعة ثنتين؟ ما يخالف. لا تلح دا أقول لك. يلا، باي باي. سحار؟ نعم ماما. هاي منو على التليفون؟ هاي نغم صديقتي. هلو مهدي. هلو مهدي. احتمال اللي قاله عبود صحيح لعل. اتحرينا عن المدعو حويدر هذا سيدي وتبين انه مفقود ايضا. وأبلغنا صاحب الجراج بأنه انقطع عن العمل فجأة بدون أن يسلم مفاتيح الجراج. وعبود ذكر جثتين وادعى واحدة منها القدر سيدي. إذا هذا شغل مكافحة لعل. بالتأكيد سيدي. نعم سيدي. خلف اطلب لي العمة بسرعة. انزلوا. ننزل وين؟ هنا انا. وانت؟ انا اجيكم بعد ساعتين. ساعتين صار زين. يلا يابا يلا ننزل. وين ادير العين ما عندي حبايب. هالبدايه راح تفسد الولد علينا يا اخي. انت شنو عدو الحب؟ عوفه صبحي
هذا شاب ووقته قليل، حوفة يشتم هوا. واحنا نروح ناكل. ايش ناكل؟ هوا. زين. شو ماما لزمي لي اياها شويه؟ امها جابت لها قطرات من الصيدليه وسويت لها فتيله وكل شيء ما فات. انت بكيفك تعطيها قطرات؟ اعطيني ايش وش كاتبه لها الدكتوره كاتبه لها التهاب تنفس حاد والتهاب الاذن الوسطى. هذه ما تحتاج لها قطرات، يراد لها مضادات حيويه وتنظيف فراجات الاذن ورعايه يوميه، والا ترى الطفله تصير طرشه اذا ما تتلحقوا لها. ايش قد صار لها بالله على هالحال؟ والله تقريبا اسبوعين، انا بالشغل وامها ملتهيه بالبيت. وعفتوا هالطفله هالشكل، شوفوها شلون صايره مسكينه. حتى اكلها ورضاعتها مو طبيعيه. اذا كل هالامراض بيها تريدها ترضع وتاكل شلون؟ هسا انا راح انظف لها اذنها وادخذ لها المضادات الحيويه من الصيدليه. صح. شو ماما لزمي لي اياها البنيه؟ شو حبابه؟ باكر عود جيبها خل اشوفها. هسا من تاخذوها للبيت توكلوها زين، تشربوها زين، سوائل دافيه وحافظوا عليها من البرد. يلا يا ابني يلا. ان شاء الله، مع السلامه. مع السلامه. عبود؟ لا شو دقيقة على وقت شوف واحد يحكي لي. ها؟ شبي شهاب شبي؟ أبو شهاب اللي بي مو شهوب يوم فؤاد أبو شهاب. أنا مستعدة أقول للبابا يشغلك عنده بالمعمل. أنت مو تتهم بالميكانيك وبالسيارات وبالكهربائيات، اشتغل عند بابا وش قد ما تريد راتب أخليه يعطيك. بهالحالة تقدر تكمل مسائي أو تمتحن خارجي. قلبش عليه سحر؟ لازم تكمل المدرسة مهدي. حرام واحد مثلك يضيع بقراجات السمكرة وبتصليح السيارات وتفصيخها. بس أنا أخذت عليها وصارت مهنتي ومصدر رزقي ودا أربح من وراها. خلاص بالمعمل عندنا ورشة كلش كبيرة. اشتغل ويا بابا. مهدي بصراحة أنا ارتاحت لك وإيناس، إيناس داري ماما أكثر من عندي. حبيبتي وجودك وياي هالعصرية كفاية. صحيح؟ طبعا أنا هسه الجاع ما شايلتني من الفرحة. ليش مهدي؟ ما أدري أشوف من أشوفك تيار كهربائي بده يرجني رج. نفس شعوري. معقولة؟ ويمكن أكثر مهدي. تدري عني اليوم ما داومت؟ بعد منين جيتي؟ ظليت انتظرك بالساحة. ساعتين؟ ساعتين ونص. يعني حسيت اليوم دماغي ما راح ياخذ دروس، قلت احسن شيء انتظر مهدي بالساحة. وبعدين دبرت لي عذر وطلعت. راح تخلين بالي مشغول بيك ليل نهار. مهدي، هاي شبيك مهدي؟ لا هيك شوية ألم طيار يروح ويجي. رحت الطبيب؟ ما يسوى، ما علينا. أقول هي إيناس ايش قالت؟ مهدي حاسس بشي؟ باجي وداد اشربي شاي ترى برد. شو نحيرها يا ربي؟ انا همينة محتارة باجي وداد، السحر مو من عوايدها تتأخر. قولي لي خابرتي المدرسة؟ خابرت، يدق التلفون بالإدارة وما حد يرد. طبعا اكو حد هسه يضل طلعوا من زمان. اقول إيناس أخوك مهدي ما خابر؟ هلا مهدي، هلا مهدي. مهدي لا ما خابر. يبين خوش ولد وعاقل الله يخليه. اي باجي مهدي خليه علي مناج، همه ومهمومه شغله واخوتي وامه. هلو؟ هلا ونغم. هلا وبنتي شلونك؟ شلونها ماما؟
شلون؟ لا والله ما قالت. بس ليه هسه ما جتي هي؟ اي. فد لا راحت لابوها لانه متفقه هي وياه يروحون للسوق حتى تشتري حذاء وتنوره و زين حبيبتي. زين. ان شاء الله. سلمي لي عين. يمك مهدي يمك. ايش بيش قلقانه حبيبتي؟ تاخرت هواي وراح ادخل بسين وجيم. لا تديرين بال، لا تديرين بال حبيبتي. خايفه ليحسون مهدي وخايفه على ايناس. لا تديرين بال حبيبتي، ما دام مهدي موجود سرش امان. نتخابر مو؟ نتخابر بالليل. باي. باي. هابس وفؤاد، وانا متاكد ان هيدي راح يخجل منك. يعني معقوله هذا الولد انحرف هيك انحراف؟ اي عراق ومراق وما اعرف ايش وياها، اي شلون ما تجي انحرف؟ وعشره طايح حظها ويا هيك ناس زايعتهم القاع، يا شلون ما تجي انحرف؟ يا ام فؤاد، بعدين يعني انه تقبلين ضميرك انه اني اتسلب؟ هو انا ايش عندي ايش املك حتى يصلخوني من كل شيء؟ وين القى المهدي هذا؟ زمزم وبتها ونواف يعرفون مكانه. وكلمة طيبة منك تروض السبع، مو مهدي بس، صدق العمرك سويها ولك قصر بالجنة. هاي شغلات العوجة تريد تبني لي قصر بالجنة؟ احنا نريد راحة ضميرنا وبس. دروح يا معود دروح، الله وياك. بس هالمرة أملي، أما أخو الشرطة مصداقية عندهم صفر.